او عبد القادر يبقى راس حربه سترايكر سترايكر وماجد كجناح مثلا. اذا التشكيله اللي معموله بديه مرونه الحقيقه لحاجات كتير قوي قوي قوي. تاني من جديد انطلاقه اعتقد ان عبد هدف اول، هدف اول للمنتخب الايراني، هدف اول للمنتخب الايراني في توقيت صعب جدا جدا جدا، اختراق بالعمق وانفراد من اقوى واسرع واخطر ما يمكن، وهدف اول للمنتخب الايراني يقوي من حظوظه ويسعد جماهيره في استاد جاسم بن حمد ويقلص من حظوظ المستقبل للعنابي ان لم يكن هناك تماسك سريع برضه من جواد نيكونام، ثم الاختراق وخطا في التشتيت واستثمار رائع لرضا نجادي راس الحرب. رضا نجادي دخل ابراهيم الماجد بقوه ولكن جاء التوقيت المناسب لرضا نجادي اللي لقى نفسه وجها لوجه